على بركة الله اليوم بتاريخ 15/8/2024، ومثل ما قلنا لكم هاي طبقنا الحمام طيرة وفحل بعد ما كان الحمام مفروض، وكملنا علي الكورس الخاص بالأمراض مالته من كل الأمراض. فاليوم إذا الله شاء هاي انطبق الحمام قدام العين. لكن أهم فقرة بطبقة الحمام هو أنه أول يومين أو أول 3 أيام أن الحمام لازم يبقى بداخل البرج حتى الطواير تبدي تعاين على مكان الإحلال مالتها، لأن يعني الإفحل كانت مفرودة ودقيناها الإحلال، فالإفحل كلها عاينت على المكان الخاص بها. فورا اليومين أو ورا 3 أيام أنه إحنا راح نبدي نطلع الحمام للخارج لمدة نص ساعة أو ساعة. أول فقرة هو أنه يسبح، والفقرة الثانية هو أنه حتى يكمل عملية المزواج مالته حتى الطيور كلها تتقامض بالصورة الصحيحة، لأن إذا بقت بداخل البرج قسم من الطواير راح يشيل قماط والقسم الثاني ما راح يشيل قماط. فلهذا السبب راح تشوفون أنه راح يصير عندك فرق من ناحية البيض، قسم يصب البيض مالته بالصورة الصحيحة وقسم يتأخر ورا فترة يلا يصب البيض. فغايتنا الأساسية هي بطبقة الحمام، هي قلنا أول يومين أو أول 3 أيام راح يبقى بداخل البرج، وبعد اليومين راح نبدي نطلع للخارج حتى يكمل عملية المزواج مالته والطواير كلها تشيل قماط بنفس الوقت حتى تصب عندك البيض بنفس الوقت. وإن شاء الله يا ربي تتوفقون بهاي الطبقة، ويا رب إن شاء الله تطلع لكم وجبة حلوة مرتبة مثل وجوهكم الحلوة.